طريق الدوري مخرج هذا الحصان بعد ما تكلمنا مع سي عبد السلام بالقضيه النائب رئيس فريق اتحاد زمن الخميسات وايضا سي لطفي جبار التونسي مدرب فريق لي زيد كار. مره غنشوفوا النقطه المضيئه الايجابيه ايضا فريق اتحاد زمن الخميسات ليسبوار ديال اتحاد زمن الخميسات اللي متصدر المنافسات ديال هذا الموسم الى جانب فريق الفتح الرباطي واللي كيشرف على الفريق هو سي توفيق المرابطي معنا على الخط مباشره. سي توفيق مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير للمستمع الكريم راديو مارت. اذا سي توفيق بغينا نقربوا من نتائج ديال فريق الاتحاد زمن الخميسات ليسبوار ديالو والمنافسات ديال هذا الموسم سي توفيق. بصراحه ف يعني كما لاحظ الجميع بان فريق ديال الامل فريق الاتحاد زمن الخميسات فصراحه يرسم على سنه جيده وهذا راجع صراحه لواحد الاهتمام كبير من طرف المكتب المسير هذا كيساعدنا على الاشتغال في واحد الظروف اللي هي جيده الحمد لله. فالفريق الفريق ديال الامل الفريق اتحاد زمن الخميسات فهو صراحه وبكل وضوح انه هناك عمل جماعي لا من المكتب المسير ولا من الطاقم التقني بقياده المدير التقني السي خالد المخنطار ولا الطاقم الطبي والحمد لله فهذا عمل جماعي كيقوم به جميع مكونات ديال النادي وهذا هو الحاصل ديال هذه النتائج اللي هي ايجابيه وهذا الاداء اللي هو جيد. سي توفيق يعني تكلمنا مع سي لطفي جوارا المدرب ديال الفريق الاول تكلمنا على الموضوع ديال الميركاتو لاعبين اللي ممكن يستفد منهم الفريق في المرحله ديال الاياب واش كاين تنسيق مع الاداره التقنيه مع المدرب ديال الفريق الاول باش تحضروا لاعبين باش انهم ايضا يكونوا كيشاركوا في التدريب ديال البريمير كيف كنشوفوا مجموعه ديال الانديه سواء في قسم الوطني الاول والثاني. بصراحة فهناك عدد من اللاعبين ديال فريق الامل اللي كيتدربوا طيلة الاسبوع مع الفريق ديال الكبار فهذا شيء ايجابي وحنا الهدف ديالنا الاول والاخير هو اطعام الفريق الاول بعدد ديال اللاعبين من فريق الامل فالحمد لله يعني كما ما كانش واحد المدة زمنية اللي هي كانت قصيرة بالنسبة للمدرب ديال الفريق الاول لانه جا في واحد الظروف يعني بقات واحد الظروف ديال الخمسه ديال المقابلات ما كانش واحد الاتصال مباشر واحد الاتصال اللي هو كبير صراحه باش نقدروا نشتغلوا على بزاف ديال الحوايج فالحمد لله دابا توقفات البطوله بالنسبه للفريق الكبير الكبار فهناك صراحه بان هناك عده اشياء يعني كنتواصلوا بها مع مساعد المدرب وبطبيعة الحال فهو ديما كيبلغ المدرب ديال الفريق الأول لأنه كيكون مشغول بعدد ديال المقابلات الودية فنتمنى أننا نزيدوا نجتهدوا باش يكون عندنا واحد التنسيق اللي هو يكون تنسيق مباشر على أساس أن الفريق يشد الطريق الصحيح لأن الهدف ديالنا كما قلت لك فهو إطعام الفريق الأول بعدد أكبر عدد من اللاعبين. نتكلموا على العمل ديالكم سي توفيق بالنسبه للمواهب تكلمنا قبل لحظات مع سي عبد السلام بالقاضي على انه فريق اتحاد زمن الخميسات دائما ما كان بيبينيير كانوا دائما لاعبين كيمشيو في سن صغيره لانديه كبيره بحال الجيش بحال الفتح الرباطي بحال انديه اخرى انتم كيفاش كيكون التنقيب ديالكم على هذه المواهب وايضا الباب مفتوح للاعبين او الاسماء اللي كتشوف راسها ممكن انها تكون في المستقبل تعطي اضافه لفريق اتحاد زمن الخميسات او كره القدم الوطنيه. بصراحة فريق ديال الامل ديال اتحاد زمن الخميسات هو فريق الجميع ديال لا بالنسبة للريجيون ديال الخميسات ولا بالنسبة للاحياء ديال الخميسات فهما كيجيو كنديروا كل سنة في البداية ديال السنة كنديروا واحد بروسبكسيون بالنسبة نديروا واحد بروسبكسيون كنديروها في اول سنة وفي راس العام دونك كنبقاو نديروا واحد المقابلة نديروا عدد ديال المقابلات وتيكون عدد ديال المدربين اللي كيشرفوا على هذه المقابلات ومن ثم تنحاولوا ناخذوا شكون هذا اللي هما مزيانين كنطعموا بهم جميع الفرق ديال الفئات العمريه هذا كنقوموا به في الاول سنه ودائما في بالنسبه للميركاتو اللي كنحاولوا نطعموا به بالنسبه لجميع الفئات هذا شيء ايجابي بالنسبه للاداره التقنيه اللي كتحط واحد المجهود كبير في هذا المجال الحمد لله فلاحظنا بان لان الفريق الامل اتحاد زمن الخميسات فهو صراحه تتوفر على واحد تقريبا 99.99% من ابناء المنطقه فهذا شيء ايجابي كاين الجهور اللي كان جبناه ديال اللي هو من الاكاديمي اللي هو صراحه
اللي هو ربح فريق اللي ربح كبير للفريق اكاديميه محمد السادس من اكاديميه محمد السادس لانه ربح كبير للفريق الحارس كتوفر على امكانيات كبيره والحمد لله الفريق انه استطاع انه يجلب هذا اللاعب والحمد لله بانه غيلعب معنا تقريبا ربما اربع سنوات عندك الاسم ديالو سي توفيق الاسم ديالو اللي هو حارس ديال المنتخب الوطني اللي هو زياد العصام دونك هذا صراحه ربح للفريق هناك لاعبين قادمين ان شاء الله غادي يقدموا على واحد المسار كروي جيد مثلا مثلا سي توفيق نبغوا نسمعوا اسماء نبغوا نعرفوها اسماء طبيعه الحال في السبور ديال الاتحاد الزمرو الخميسات مثلا هذه الاسماء مثلا بالنسبه للاسماء اللي ديجا اللي هي ديجا اللي ديجا كتدرب مع الفريق الكبار كأفريق قجعي العلام العنباري بوختيس دونك هادو تقريبا واحد 6 ولا 7 ديال الاسماء ديجا راه كتريني مع الفريق الكبار هناك اسماء اللي ان شاء الله غادي تكون الكلمه ديالها هناك كاين سعيدي طارق تيكالا هناك القصباوي هناك علي هناك اللاعب بده صراحه هناك عدد كبير من اللاعبين اللي ان شاء الله نتمنى احنا انهم يبقوا مستمرين نفس الاجتهاد والانضباط ديالهم وصراحه ان اللي كيزيد يشجع بهذا اللاعبين هو صراحه في التدريب كان هناك واحد الانضباط واحد التركيز واحد الايقاع اللي كنترينو فيه على اساس المقابلات واللي كيزيد صراحه اللي كنعاود ناكد عليها هو ان المكتب المسير مفرنا واحد سميتو واحد الوسيله اللي هي صراحه انا كنستافدوا منها بزاف اللي هي اننا كنسجلوا مقابلات داخل الميدان وخارج الميدان وهذا اساس هذا واحد كنستغلوا على هذا الاساس على نقاط الضعف بغيت تقول لنا يا سي لطفي سي توفيق يعني كتاونجستريو بالفيديو لي ماتش ديالكم وكتعاودوا ترجعوا لهم وي كنشتغلوا لهم بزاف لان كنسجلوا مقابلات داخل الميدان وخارج الميدان وكنشتغلوا على هذه نقاط القوه ونقاط الضعف ديال هذه المقابلات كنجريهم وهذا كيتم بالاشراك ديال اللاعبين بعد كل مقابله مزيان باش كنشوفوا هذوك النقاط القوه وهذوك النقاط اللي كانوا عليهم النقاط الضعف اللي كنطيحوا فيهم اللي كنحطوا عليهم في الماتش وهذا كيساعدنا كثير باش نحسنوا المستوى ديالنا بواحد الشكل اللي هو افضل دونك هذه نقطه ايجابيه بالنسبه لنا حنا كنشتغلوا عليها كثير سي توفيق غفاق المرابط مدرب امل فريق اتحاد الزمرو الخميسات في اخر كلمه نبغيو نعرفوا المنافسه ديال هذا الموسم يمكن الانديه اللي كتشوفوها خصم مباشر ديالكم ايضا المباريات اللي ممكن تكون صعيبه ولو لعبتوها وكانت صعيبه دائما في المنافسات ديال ليسبوار بالنسبه لفريق اتحاد الزمرو الخميسات. بكل صراحه فهناك فروق كبيره مقدمه مستوى كبير امامنا كفريق مثلا الفتح الرباطي لمستوى صراحه المستوى عالي. هناك فريق الجيش الملكي هنا فريق المغرب التطواني كاين فريق المغرب الفاسي كاين فريق اتحاد طنجه كاين فريق نهضه بركان تقريبا واحد 6 ولا 7 فرق اللي تيلعبوا واحد الكره حديثه صراحه كنتمناك وكانوا جوج الفرق بهذا المستوى صراحه يكون واحد ربح كبير لهذه الفئه ديال الامل ونتمنى ان شاء الله انا نتمنى ان شاء الله اننا نرجعوا بعض الاصابات لبعض اللاعبين علاش باش لان مرحلة ديال الاياب كما كيعرف الجميع بان كره القدم هي عباره عن حرب يعني مقابله حرب احتياليه مع كره حنا في كره خويا توفيق ما كاين لا دونك ملي كتربح مقابله بحال بحكي انك بحكي غير معركه دونك المعارك كاينين بزاف دونك حنا كنتمنى ان شاء الله اننا نبقاو في المستوى ديالنا اللي هو صراحه اللي هو انا صراحه جد سعيد على اداء اللاعبين ديالنا علاش لا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه التكتيكيه دونك صراحه اللي كيزيد يفرحني بزاف ولا يمكن نشوفوا شي عامه تنقوموا في اثناء التمرين وتلقاه في المقابلات الرسميه تلقاه وتنشوفوا دوك لي فيديو كنوريو اللعابه هاد لاسيتياسيون اللي هنا قمنا بها في هاد الحصه هادي ها هي درناها في هاد الماتش واستطعنا اننا نسجلوا بها دونك هادو اشياء صراحه تفرحوا الاداره التقنيه وتفرحوا حنا كطاقم تقني بس نزيدوا نشتغلوا بواحد الاريحيه وواحد الاطمئنان. شكرا خويا توفيق المرابط مدرب امل فريق اتحاد الزمرو الخميسات وكل توفيق نتمنوا يعني العدوى ديال النتائج الايجابيه تنتقل للفريق الاول فريق اتحاد الزمرو الخميسات اللي مازال عدوا الموسم طويل في المرحله ديال الاياب في القسم الوطني الثاني. مستمعينا هنا كنوصلوا لنهايه حصه اليوم من برنامجكم بطوله كلوب.